فيلم تومورولاند. مدينة بيجمعوا فيها كل العباقرة في العالم عشان يصنعوا اختراعات مدهشة وروبوتات ينقذوا بيها البشرية من الدمار. في سنة 1964 في طفل عبقري اسمه فرانك حضر المعرض العالمي للاختراعات في نيويورك عشان يشارك في مسابقة المخترعين، وبيعجب واحد من الحكام اسمه نيكس باختراع فرانك جدا اللي بيكون عبارة عن شنطة نفاثة بتخليك تطير في الهواء، بس بيغير رأيه لما بيعرف ان الشنطة دي مش شغالة بكفاءة عالية. وأسينا المساعدة بتاعت نيكس أعجبت بفرانك واختراعه، بس نيكس قال لفرانك انه مش هينجح الا لو خلى الشنطة دي تشتغل، وفرانك بيخرج من المسابقة وهو زعلان جدا لانه ما كسبش وما بيقدرش يبعد دماغه عن التفكير في كل الأوقات اللي والده كان بيقول له فيها انه بيضيع وقته. وبتجيله أسينا بعدها وبتديله دبوس غريب لونه برتقالي وفي النص حرف تي لونه أزرق، وطلبت منه انه يمشي وراها هي ونكس بدون ما حد يشوفه. وبيروح نكس بعدها هو والمجموعة اللي معاه عشان يستمتعوا بوقتهم، وبيتسحب فرانك وراهم وبيركب في مركب صغير عشان يختفي عنهم، وساعتها بيطلع ليزر غريب بيمسح الدبوس بتاعه وبيفتح باب سري وبينزل المركب في حتة غريبة. اول ما بينزل بتظهر قدامه عربية غريبة من المستقبل، وبمجرد ما بيدخلها كل الشبابيك بتتقفل بحديد وبتبتدي العربية تتهز بسرعة، وبعدها بيقع فرانك على الارض. ولما العربية بتبطل هز فرانك بيقوم من على الارض وبيخرج براها. اول ما بيخرج من العربية بيلاقي انه ماشي على ممر طويل وحواليه شبورة من كل مكان، وبيشوف فوقه عربية طايرة وأسينا ونكس جواها. فرانك بيحاول انه يلحقهم بس بيظهر قدامه روبوت عملاق وبيمنعه، وبيقع فرانك على ممر تحته وبتتكسر الشنطة النفاسة بتاعته. في اللحظة دي بيظهر روبوت تاني قدامه وبياخد الشنطة النفاسة بتاعته وبيصلحها له، وبيظهر بعدها شوية من الحراس قدامه وبيحاولوا انهم يقبضوا عليه، وبيقع فرانك تاني بس لحسن الحظ المرة دي كان معاه الشنطة بتاعته، فبيلبسها فرانك وبيشغلها وبيطير في الجو، وبيقدر انه يخرج من الشبورة دي. وبيكتشف انه في مدينة المستقبل تومورولاند، ودي عبارة عن مدينة متطورة فيها اذكى الناس في البشرية. لما فرانك بيشوف أسينا ونكس بيهبط قدامهم وبيوري نكس انه صلح النفاثة بتاعته، بس نكس بيطنشه وأسينا بتاخده من ايده عشان تهون عليه، وبتوريه حياته هتبقى عاملة ازاي في المدينة. بننتقل بعدها في سنة 2015 بتتسلل بنت اسمها كيسي لموقع اطلاق وكالة ناسا في ولاية فلوريدا، وبتخرب كل آلات الاطلاق لان والدها كان شغال مهندس في وكالة ناسا وكانوا عايزين يسرحوه لانهم مش محتاجينه. أسينا كانت بتراقب كيسي، ولما كيسي رجعت البيت أسينا استخدمت الجهاز بتاعها عشان تستخرج الحمض النووي بتاع كيسي من شعرها وعملت دبوس ليها. تاني يوم الصبح والد كيسي جاله بلاغ من وكالة ناسا بالأعطال اللي حصلت واستدعوه عشان يصلح الأعطال دي. كيسي كانت فاكرة انها انقذت شغل والدها، بس والدها قال لهم انهم هيجيبوا آلات جديدة مش هيصلحوا القديم، وده معناه انهم مش هيحتاجوه برضه. بالرغم من اللي حصل كيسي ما فقدتش الامل وراحت تاني عشان تخرب الآلات، بس المرة دي الشرطة كانت مستنياها وقبضوا عليها. بعد ساعات في حد جه دفع كفالة كيسي وراحت بعدها عشان تاخد حاجتها عشان تروح على البيت، ولقت في وسطهم الدبوس اللي أسينا عملته ليها، ولما لمست الدبوس ظهر قدامها فجأة مكان مختلف، ولما سابته المكان اختفى، ولما مسكت الدبوس تاني المكان رجع تاني. في المرة اللي بعدها كيسي مسكت الدبوس وتبتت فيه، وساعتها شافت مدينة ضخمة بعيدة، ولما حاولت تروح ليها خبطت في جدار الاسم في العالم الواقعي وقع منها الدبوس تاني. وبنعرف ان اللي كيسي بتشوفه ده مجرد وهم، وساعتها كيسي مسكت الدبوس بورقة. في اللحظة دي ظهر والدها على الباب عشان ياخدها للبيت. في الطريق للبيت والد كيسي فضل يعاتب فيها بسبب اللي عملته، وساعتها قالت له انه لو لمس الدبوس ده هيفهم كل حاجة، بس لما والدها لمس الدبوس ما شافش اي حاجة، وكيسي استغربت جدا. وساعتها لمست الدبوس تاني وظهر قدامها نفس المكان، ومن هنا فهمت ان الدبوس بيشتغل معاها هي لوحدها، بس والدها زهق من الصداع اللي هي عاملاه وخد الدبوس منها. لما وصلوا البيت كيسي استنت والدها ينام وراحت سرقت الدبوس منه، وبمجرد ما لمسته انتقلت تاني للعالم الخيالي وابتدت انها تمشي جواه، بس وقعت من على سلم بيتها في العالم الحقيقي. بعدها كيسي راحت لمكان واسع جدا عشان تتحرك جوه العالم الخيالي براحتها بدون ما تتخبط في حاجه، وبتمسك الدبوس وبتروح مدينه المستقبل، واكتشفت ان الدبوس فيه مؤقت اغلاق وان مفيش حد من سكان المدينه يقدر انه يشوفها. وبتركب كيسي القطر عشان تروح حته ابعد، ولما بتنزل منه شافت شويه من العلماء رايحين يركبوا عربيه غريبه، ولما حاولت انها تروح وراهم المؤقت بتاع الدبوس خلص وبدا يظهر ميه تحتها، وكيسي حاولت انها تمشي في الميه دي، بس وقت المؤقت وصل للصفر ورجعت كيسي للعالم الواقعي عشان تلاقي نفسها واقفه في مستنقع. بمجرد ما كيسي بترجع البيت بتصحي اخوها نت من النوم وبتساله على باسورد الكمبيوتر بتاع والدها، والاتنين بيدوروا على الدبوس على الانترنت وبيلاقوا ان في محل العاب عامل اعلان ان صاحبه هيشتري الدبوس ده باي تمن. وساعتها كيسي بتكتب عنوان المحل ده وبتقول لاخوها يكذب ويقول لوالده ان كيسي راحت للتخييم مع اصحابها. تاني يوم الصبح أسينا راحت لكيسي بيتها وقابلت اخوها نت، وساعتها نت قال لها ان كيسي راحت للتخييم، بس أسينا ما صدقتهوش وفضلت تضغط عليه لحد ما قال لها الحقيقه.
بعدها بشوية كيسي وصلت لمحل الألعاب، وكان باين إن أصحاب المحل فيهم حاجة غريبة، ولما كيسي سألتهم عن اللي بتشوفه قالوا لها إن كل اللي شافته حقيقة، وإن مدينة المستقبل بيتجمع فيها أذكى الناس في العالم بعيد عن الحكومة والجشع، والطريق الوحيد ليها عن طريق الدبوس ده. أصحاب المحل كانوا عايزين يشتروا الدبوس بأي تمن وبيسألوها هي جايباه منين، ولما كيسي رفضت قفلوا كل البيبان والشبابيك وطلعوا أسلحتهم الغريبة اللي بتطلع بلازمة. كيسي حاولت إنها تستخبى بين اللعب، بس أصحاب المحل لقوها وهددوها بالسلاح عشان تعمل لهم اللي هم عايزينه. في اللحظة دي بتكسر الشباك قنبلة يدوية غريبة، ولما بتنفجر بتجمد أصحاب المحل في مجال قوة غريب، وبتدخل أسينا للمحل بسرعة وبتقول لكيسي إن القنبلة دي مش هتطول وإنهم لازم يهربوا بسرعة. ولسوء الحظ وقت القنبلة بيخلص وبيتحرر أصحاب المحل من تاني وبيهجموا على أسينا وكيسي. أسينا بتتقاتل معاهم وكيسي بتساعدها، وكيسي بتتفاجئ لما أسينا بتخلع راس واحد منهم وبتكتشف إنهم روبوتات، وأسينا بتسحب كيسي من إيديها وبيجروا هما الاتنين بسرعة قبل ما الروبوت ينفجر. بعدها أسينا بتكسر إزاز عربية وبتزق كيسي جواها وبتستخدم آلة خاصة عشان تدور العربية، وبتقول لها إنهم لازم يهربوا بسرعة قبل ما يمسكوهم. في الطريق كيسي ابتدت تسأل أسينا هي مين، وساعتها أسينا قالت لها إنها هي اللي ادتها الدبوس، وقبل ما تكمل كلامها بدأت تتعطل وكيسي كانت بتتفرج عليها برعب، وبنشوف إزاي أسينا بتصلح نفسها لأنها روبوت هي كمان. ساعتها كيسي نزلت من العربية وطلعت تجري، بس أسينا فضلت وراها، ولما أسينا نزلت من العربية عشان تاخد كيسي من تاني في عربية جت وخبطتها، وبتستغل كيسي فرصة انشغال السواق بأسينا وبتسرق العربية بتاعته وبتهرب. بنلاقي بعدها إن أسينا تمام وزي الفل، وطلعت تجري ورا العربية اللي كيسي فيها ونطت فوقها ودخلت من الشباك وخدت مفاتيح العربية عشان العربية تقف، وساعتها كيسي ابتدت تصرخ فيها وتقول لها انت عايزة مني ايه، وأسينا بتقول لها انها استخدمت اخر دبوس ودته ليها وانهم لازم يروحوا مدينة المستقبل في اسرع وقت لانهم بنوا آلة خطر المفروض ما كانوش يبنوها. بعدها الشرطة راحت لمحل الألعاب واكتشفوا هناك أجزاء من الروبوتات، بس قبل ما يحققوا أكتر ظهر راجل قدامهم اسمه ديف وقال لهم إنه عميل سري، وبعد ما شاف إن الشرطة لقوا راس الروبوت فعلا طلع سلاح غريب وحول كل اللي واقفين لرماد في ثانية واحدة، وساعتها قال اللي معاه إنهم لقوا كيسي وبلغوا نيكس. بعدها أسينا وكيسي بيروحوا بعدها لنيويورك لأنهم كانوا عايزين يرجعوا لمدينة المستقبل ومفيش غير شخص واحد بس هو اللي يقدر يوديهم. وفي الطريق كيسي كانت بتسأل أسينا عن الناس اللي خدوا دبابيس غيرها، بس أسينا ما قدرتش تجاوبها ووقفت فجأة. تاني يوم الصبح بتصحى أسينا وبتسوق هي العربية مكان كيسي لحد ما تستريح شوية، وبتقول لها إن الشخص اللي هم رايحين له اسمه فرانك، وبعدها كيسي بتروح في غيبوبة وبتفتكر أسينا كل ذكرياتها الحلوة مع فرانك. بعدها كيسي بتفوق من النوم وبتلاقي إن أسينا زقتها من العربية قدام بيت مجهول وسابتها ومشيت بعدها، وكيسي ما بتلاقيش قدامها أي حل غير إنها تدخل البيت، وأول ما بتقرب من البيت بيهجم عليها كلب شرس وكيسي بتقع وهي بتجري، وبتكتشف بعدها إن الكلب مش كلب حقيقي، دي صورة ثلاثية الأبعاد. ساعتها كيسي بتفكها من الكلب المزيف ده وبتخبط على الباب وبترفع الدبوس قدام الكاميرا وبتقول بعلو صوتها أنا عايز أروح مدينة المستقبل، وفجأة كيسي بتترمي لورا بقوة دفع هوا شديد جدا، وبيطلع لها فرانك وبيسألها أنت مين وفين أسينا. كيسي قالت له إن أسينا مشيت، وساعتها فرانك بيتعصب جدا وبيطرد كيسي من بيته وبيقول لها إن مدينة المستقبل كدبة، وبيدخل بيته من تاني وبيقفل الباب في وشها، بس كيسي رفضت إنها تمشي وفضلت قاعدة قدام البيت رغم إن الدنيا مطرة. ولما زهقت من الانتظار قامت تفكر في خطة عشان تطلع فرانك. كيسي ولعت في الجرار بتاع فرانك، وساعتها فرانك خرج بره البيت بسرعه عشان يطفي الحريقه، وبتستغل كيسي فرصه انشغالها بالحريقه وبتدخل جري جوه البيت، ولما فرانك بيقف قدام الباب وبيحاول انه يدخل البيت بتزقه بنفس دفعه الهواء. كيسي لفت بعدها البيت كله وشافت كل الاختراعات المدهشه اللي فيه، وفجاه بيشتغل تسجيل فيديو بين فرانك واسينا وهو صغير، وكان بيحاول انه يضحك اسينا في التسجيل ده، واسينا بتقول له ما يحاولش لانها مش هتضحك. وبعدها كيسي بتشوف شاشات بتراقب اخبار العالم كله ومؤقت زمني غريب. فجأة بيتفتح باب سري تحت السلم وبيدخل منه فرانك وبيحاول انه يطرد كيسي من البيت، بس كيسي بتطلب منه انه يجاوبها على اسئلتها الاول. فرانك قال لها انه اطرد من مدينة المستقبل لانه اخترع آلة غريبة تقدر تشوف المستقبل، وسألها لو هي عايزة تشوف امتى هتموت، وساعتها كيسي جاوبته اكيد كل بني ادم عايز يعرف هيموت ازاي وامتى، بس لو عرفت هفضل شايلة الهم وكل قراراتي وشغلي هيبقوا مترتبين على اللي عرفته، يعني من الاخر هكون عايشة ميتة. كلام كيسي عجب فرانك جدا، وبطريقة غريبة قلل النسبة المئوية اللي على الشاشة
بس فجأة بيظهر ديف هو والعملاء اللي معاه قدام البيت اللي بيكونوا روبوتات أصلا وجايين عشان كيسي. وساعتها فرانك بيشغل الأبواب الحديد وبيقفل كل فتحات البيت، بس واحد من الروبوتات دول استخدم قوته وكسر الباب، وفرانك استخدم صاعق كهرباء وضربه برجله، وبيقع روبوت تاني في فخ كهرباء وبيتدمر، وبيقع روبوتين تانيين في فخ حفرة. وبيهرب فرانك وكيسي بعدها الأوضة في البيت وبيلاقوا إن في روبوت مستنيهم جوه. فرانك بيقاتل الروبوت بالإيد وكيسي بتساعده وبتستخدم حلقة غريبة وبتنقل الروبوت لمكان تاني، وفرانك بيدمر الروبوت بعدها. الاتنين بيطلعوا بعدها للدور العلوي وبيطلع ديف وراهم وبيحط السلاح بتاعه على دماغ فرانك، بس كيسي بتدخل وبتنقذ فرانك، وبيدخلوا هما الاتنين الحمام، وفرانك بيحاول البانيو لصاروخ وبيهرب من البيت. لما بيوصلوا نقطة الهبوط بنلاقي ان فرانك كان مجهز كل حاجة وان دي كانت خطة هروبه اصلا، وفجأة بتظهر أسينا قدامهم بالعربية وبتركبهم معاها وبتمشي. في الطريق فرانك اتخانق مع أسينا وقال لها ان الدبابيس كلها كان لازم تتدمر، وأسينا قالت له انها هربت بآخر صندوق وكان فيه 12 دبوس. وفرانك اتضايق من أسينا لأنها عرضت ناس كتير للخطر بسبب الدبابيس دي، وقال لكيسي أسينا تقدر تزيف المشاعر عشان تحبيها وتقربي منها وبعدها تسيبك وتتخلى عنك زي ما عملت معايا بالظبط. وأسينا اتضايقت جدا من اللي هي سمعته، وبيروحوا بعدها المخبأ سري. وهناك فرانك كان مخبي آلة تانية متوصلة بالبيت بتاعه، ده غير انه كان مجهز كبسولة تقدر تنقلهم بسرعة خيالية، وبيعمل إجراءات السلامة بتاعته هو وكيسي وبيشغل الكبسولة بعدها. كيسي بعدها اكتشفت انهم وصلوا قمة برج إيفل، واستخدمت كيسي جهاز من أجهزة فرانك العجيبة وضربت بيها الحارس عشان يغمى عليه. بعدها التلاتة دخلوا أوضة فيها تماثيل شمع العلماء مشهورين، وهناك فرانك قال لكيسي ان العلماء دول هم إيفل وفيرن وتسلا وأديسون، هم اللي حطوا حجر الأساس لمدينة المستقبل واستخدموا برج إيفل كهوائي عشان يقدروا يروحوا للمدينة. فرانك قال ان الإشاعات كانت بتقول ان في مدخل سري لمدينة المستقبل، وبعد بحث طويل فرانك قدر انه يشغل المدخل ده، ودخل لبرج إيفل ينقسم نصين وطلع صاروخ في النص. وساعتها هم التلاتة ركبوا في الصاروخ وطاروا بيه قبل ما الروبوتات توصل لهم. الصاروخ طار خارج الغلاف الجوي ورجع تاني بسرعة رهيبة، وسرعته دي بتخليه يفتح بوابة بيروح بيها لمدينة المستقبل. أول ما بيوصلوا شرطة مدينة المستقبل راحت ليهم، وبسرعة فرانك طلع قنبلة خاصة من جيبه واداها لأسينا عشان تخبيها قبل ما حد يشوفهم. وبعدها بيوصل نيكس اللي بيكون حاكم المدينة وكان عايز يقبض عليهم، بس فرانك وأسينا قدروا انهم يغيروا رأيه لما قالوا له ان كيسي تقدر تقلل المؤقت، وتفاجئ نيكس من كلامهم وخدهم بسرعة لآلة فرانك واللي اسمها آلة تكيون. الآلة دي كانت عبارة عن آلة زمن بتستخدم جسيمات أسرع من الضوء عشان تشوف بيها الماضي والمستقبل، وبيدخلوا هم الأربعة لمركز الآلة. وهناك فرانك بيشرح لكيسي فكرة عمل الآلة وبيسمح لها إنها تستخدمها، وبتتصدم كيسي لما بتشوف نفسها في البيت بتاعها من كام يوم، وبتروح كيسي بعدها عشان تشوف المستقبل، بس الآلة تنبأت بكارثة جاية على البشرية كلها كمان 58 يوم. كيسي كانت مستغربة هم ليه ما حذروش الناس على الأرض من الكارثة اللي هتحصل دي، بس نيكس بيقول لها إنه مش مهتم لأن الأرض هي اللي هتتدمر مش مدينة المستقبل، وبيكمل كلامه إنه مش هيسمح لأي حد إنه ينتقل لمدينة المستقبل لأنهم هيدمروا مدينته المثالية زي ما دمروا الأرض بالظبط. بس كيسي قالت له انها مش هتسمح ان الارض تتدمر، وده خلى الشاشه اللي حواليها تتغير لثواني من دمار وخراب لزرع وجناين خضراء. فرانك حاول انه يقنع نيكس بوجهه نظر كيسي، بس نيكس ما سمعلوش وخلاه يفقد الوعي. فرانك فاق بعد لحظات ولقى أسينا قاعده جنبه وبتقول له انهم هيترحلوا تاني وهيرجعوا الارض، وكيسي كانت مكتئبه لان الارض هتتدمر ومش عايزين يعملوا حاجه عشان ينقذوها. ولما فرانك حاول انه يهديها انفجرت فيه لانه كذب عليها، بس وهي بتزعق اكتشفت حاجه مهمه. كيسي قالت لهم انها عرفت النهايه الكارثيه دي هتحصل ليه. بص يا فرانك، انت كنت بتتجسس على الاله بتاعتك من بيتك وبتستقبل منها الاشارات، والاشارات دي كانت بتلف حوالين الارض، وده خلى الطاقه السلبيه تنتقل من الاشارات للناس، وبكده افكار الهلاك والدمار انتقلت لدماغهم وتفكيرهم بدون ما يحسوا. بس لو احنا زرعنا افكار تفاؤل ايجابيه في دماغهم اكيد النهايه دي هتتغير، بس الاول لازم ندمر الاله اللي بتاثر على تفكير الناس دي. في نفس الوقت بيدخل عليهم الحراس عشان يرحلوهم. كيسي حاولت انها تقول لنيكس على اللي هي اكتشفته وبتطلب منه انه يوقف تشغيل آلة تاكيون، بس نيكس بيقول لها ان مفيش طريقة لتوقفها. ولما فرانك شاف رد نيكس البارد استنتج ان نيكس كان قاصد يزرع الطاقة السلبية دي في دماغ الناس، وفعلا استنتاجه طلع صح. نيكس كمل كلامه وقال انا حاولت كذا مرة اقول للحكومات يرجعوا عن حروبهم وافكارهم بس ما حدش سمع لي، وعشان كده انا نقلت الافكار دي لعقول الناس بدون ما يحسوا. بس الغريب ان الناس بدل ما تصلح وتبني مستقبل احسن، الناس استسلمت للنهايه الكارثيه دي على انها حاجه حتميه، ومن رايي ان الناس هم اللي جابوا ده لنفسهم.
فرانك عمل نفسه انه مقتنع بكلام نيكس واستغل انه بيسلم عليه ولمس الصور بتاعه وداس على زرار تشغيل الآلة وأسينا ضربت الحراس. نيكس شغل روبوتين عشان يمسكوا أسينا وكيسي وتخانق مع فرانك بالإيد. في اللحظة دي فرانك طلب من أسينا انها تستخدم القنبلة اللي اداها ليها اول ما وصلوا، وقبل ما أسينا تستخدمها هجم عليها واحد من الروبوتات العملاقة فحدفتها بسرعة لكيسي اللي خدتها وجريت على المصعد اللي بيودي على مركز الآلة عشان تدمرها. والمصعد كان بيتحرك لفوق وتحت بسبب ان فرانك ونيكس بيتخانقوا مع بعض على الصور. في نفس الوقت أسينا قدرت انها تسيطر على واحد من الروبوتات العملاقة وضربت بيه الروبوت التاني وخرجته بره البوابة، وقدرت كيسي انها تشغل القنبلة. وفي اخر لحظة قبل ما تفجر الآلة نيكس سيطر على الصور ونزل المصعد لتحت بسرعة، وقبل ما المصعد يلمس الأرض أسينا استخدمت الروبوت اللي سيطرت عليه ولحقتها وقفلت البوابة على الروبوت التاني ودمرته. ونيكس وفرانك فضلوا في الناحية التانية من البوابة. أسينا لقت القنبلة اللي وقعت من كيسي بس كان خلاص فضل لها ثواني على الانفجار، وفي اللحظة دي أسينا فتحت البوابة من تاني، وبمجرد ما بيدخل نيكس وفرانك أسينا بترمي القنبلة من البوابة عشان تنفجر بعيد عنهم، وبتنفجر البوابة بعدها وبيقع جزء منها على نيكس، وبالرغم انه مش قادر يتحرك مسك مسدس كان واقع جنبه وقتل بيه فرانك. بس لحسن الحظ فرانك اللي مات ده ما كانش فرانك الحقيقي، ده كان خيال من المستقبل، ولما أسينا أدركت ده فادت فرانك الحقيقي بجسمها قبل ما الطلقة التانية تيجي فيه. كيسي خدت المسدس من نيكس وفرانك شال أسينا بسرعة وراح بيها على ورشة الإصلاح، بس أسينا قالت له إن مفيش وقت. وقبل ما تموت عرضت على فرانك فيديوهات لحياتهم في الماضي، وبنعرف إن فرانك هو صغير كان بيكرش على أسينا واتصدم لما عرف إنها روبوت. وبعد الفيديوهات دي ما خلصت أسينا شكرت فرانك على الوقت اللي قضوه مع بعض وقالت له إنها حست معاه بحاجات مفيش روبوت حسها قبل كده. فرانك كان فرحان لأنه عرف إن أسينا كانت بتحبه هي كمان وإنها كانت مؤمنة بيه دايما. وأسينا قالت له إن جسمها هيتدمر ذاتيا كمان شوية وكانت عايزة يستخدم انفجار جسمها عشان يدمر الآلة. وفعلا فرانك بيستخدم النفاسة القديمة بتاعته وبيشيل أسينا وبيطير بيها، وبعد ما بيودعها أسينا بتقع في نص الآلة وبتنفجر الآلة كلها، والحطام بتاعها بيقع فوق نيكس وبيموته، والطاقة بتتقطع عن مدينة المستقبل كلها، وفرانك بيقع في النهر. كيسي جريت ناحيته عشان تطمن عليه وفرانك سألها يعملوا ايه، وساعتها كيسي قالت له انها عندها فكرة. اول حاجة عملها فرانك انه صلح البوابة عشان كيسي ترجع لعيلتها، وبعدها اشتغلوا هما الاتنين مع بعض رجعوا مشروع الدبابيس من تاني وعملوا روبوتات كتير زي أسينا. الروبوتات دي كانت بتسافر في كل مكان في العالم وبتسيب الدبابيس للناس الأذكياء عشان يقدروا يقدموا خدمة أفضل للمستقبل. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام يا صديقي.